برنامج متن الخبر. تستمر جولتنا في الصحف الفلسطينية والعربية لنبقيكم على اطلاع على أهم الأحداث والأخبار في الساحة الفلسطينية وبعض من الدول العربية مثل الصحف المصرية واللبنانية والأردنية من خلال مراسلنا، حيث اشتركت الصحف المحلية بخبر تحت عنوان استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها شرق غزة والاحتلال يشدد حصاره على القطاع. ومن هذه العناوين الرئيسة ابقوا معنا لنستهل في قراءة عناوين صحيفة الحياة الجديدة حيث كتبت في صفحتها الأولى. الرئيس يهاتف الأسئلة صحيفة القدس حيث كتبت في صفحتها الأولى. إسرائيل تشدد الخناق على غزة وتفرض المزيد من العقوبات. ومشاهدينا، بعد الانتهاء من قراءة عناوين صحيفة القدس ننتقل إلى صحيفة الأيام ومن أهم عناوينها أيضا كتبت خبر عاجل قناة. مشاهدينا، متن الخبر ينتهي من جولته في عناوين الصحف المحلية ومقالاتها. فاصل ونعود. نعود من جديد مشاهدينا للحديث عن الحدث الأبرز لهذا اليوم، إطلاق الحملة الوطنية لرفض سرقة أموال الأسرى وأهالي الشهداء والجرحى. وللحديث أكثر عن هذه المسيرة ينضم إلينا أستاذ حسن عبد الرب ناطق الإعلامي باسم الهيئة شؤون الأسرى والمحررين. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم والحرية لأسرانا. أهلا بك ضمن هذا الحوار في برنامج متن الخبر. أستاذ حسن، شاهدنا بالأمس المسيرة التي شارك فيها المواطنين رفضا لسرقة أموال الأسرى وأهالي الشهداء في نطاق الحملة الوطنية التي أطلعتموها، لتحدثنا عن سلسلة الفعاليات القادمة والأنشطة أيضا. بالتأكيد هذه الحملة تم وتعددت هذه النواحي، ودائما نقول أن إسرائيل تحاول دائما سن قوانين عنصرية بهدف كسر إرادة أسرانا لنقول داخل سجون الاحتلال. فكيف نرى الأسرى داخل سجون الاحتلال ردهم على هذه الحملة ودعمهم لها داخل سجون الاحتلال؟ بالتأكيد الأسرى لهم موقف واضح في القضية، هي تمس حياتهم وتاريخهم النضالي الوطني. نعم، أنت ذكرت أيضا أستاذ حسن بالنسبة للقيادة الفلسطينية وتحركاتها خارج البلاد وتوجهها للمحاكم الدولية، نعلم أيضا أنها دائما ما تتخلل في نهجها لأن لن تتخلى عن العائلات الأسرى والشهداء والتزمت بدفع رواتب برغم التهديدات الإسرائيلية، ولكن إسرائيل اليوم تقرصن أموال الأسرى، فكيف تنظر لهذا الأمر؟ نعم، هذه القرصنة هي قرصنة واضحة وتشريع عنصري واضح، هذا يستوجب محررين لحديثك معنا في برنامج متن الخبر. مشاهدينا، فاصل ونعود. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في القسم الأخير من برنامج متن الخبر، حيث سيتجول جولة أخيرة في الصحف العربية ونبدأ في الصحف الأردنية. وللمزيد من الأخبار والعناوين مع الزميلة أروى حمد. نبدأ هذا. شكرا للزميلة أروى، وننتقل إلى الصحف المصرية وللمزيد مع الزميلة نجوى يونس. أهلا بكم إلى القاهرة. شكرا للزميلة نجوى، ونختمها مع الزميلة هلا سلامة وفي الصحف اللبنانية. في جولة على الصحف اللبنانية هلا سلامة. شكرا للزميلة هلا، ولمن فاتته الحلقة بإمكانه متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. والآن مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. في أمان الله.